وأنا في تعقيب سريع جدا على الملاحظات اللي ذكرها ضيفك الكريم وكذلك مداخلتك، يعني لابد أن أساسا نفصل بين سياسة النظام، يعني كنظام سياسي للبلد للعراق وهو الموصوف نظام صدام، وبين موضوعة الغزو والاحتلال. يعني نظام صدام نظام ديكتاتوري، ويعني ليس يعني هي ليست توصيفة جديدة أو شيء، وكل السياسات والانتهاكات التي جرت موجودة واقعية، ولكن في كل الكرة الأرضية وفي كل العالم هنالك أنظمة ديكتاتورية وهنالك أنظمة مستبدة، حلولها دائما تكون من خلال الرفض والمعارضة الداخلية وتغيير النظام وفق الأساليب المعروفة. يعني هنالك وسائل للتغيير، يعني حتى أقصى ما يمكن أن يكون هو الانقلاب العسكري، يعني العراق معروف مثل ما تعلمون بمسألة الانقلابات العسكرية. هذا الخلط مقصود عند البعض لأن يحاولوا أن يخففوا من مسألة وطأة الغزو على العراق ويحاولوا يخلطوها بحالة سياسة النظام. في تقديري مشروع تدمير العراق، تدمير الدولة العراقية وتدمير العراق كشعب كذلك، مشروع مسبق، ويعني هذا ليس نظرية مؤامرة، هذا المشروع مرتب من سنوات طويلة وجاءت الفرصة. يعني البعض يقول أنه حتى قصة يعني